بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. أهلا ومرحبا بكم في دورة إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية، معكم محمد حسنين صالح، المعهد السعودي المتخصص العالي للتدريب واللغات. اليوم التدريبي الثالث. طبعا هنتذكر في أول محاضرة كنا اتكلمنا على حاجة مهمة، احنا موجودين هنا ليه اليوم؟ احنا بندرس دورة إدارة الجودة شاملة ليه؟ احنا هنستفيد ايه؟ قلنا ان العالم حوالينا بيتغير بيتطور، في تحسين مستمر موجود حوالينا في العالم، فاحنا لازم نلحق بهذا العالم، يعني ما نبقاش احنا واقفين في مكاننا وكل الجامعات بتتغير، كل الانظمه التعليميه بتتحسن، كل المناهج بيتم تطويرها وتحسينها وتغييرها على مستوى العالم واحنا واقفين مكاننا، لا، احنا عاوزين ايه؟ يكون في تحسين وتطوير للعمليه التعليميه. العالم يتطور ويجب اللحاق به، ولا يصح أن نقف مكتوف الأيدي. دي كانت بداية مقولة لينا في أول يوم تدريبي، ويجب أن نعمل على تطوير البيئة التنافسية. الهدف إيه؟ لكي نصل إلى هدفنا، وهو الحصول على الاعتماد، اعتماد الجودة المحلي والإقليمي والدولي إن شاء الله. زي ما تعودنا في كل يوم تدريبي أن إحنا عندنا 5 جلسات تدريبية على مدار اليوم. هنبدأ الرحلة بتاعتنا اليوم إن شاء الله مقدمة، ثم يليها أول جلسة تدريبية مفهوم الجودة الشاملة في التعليم، تليها الجلسة الثانية الحاجة إلى إدارة الجودة الشاملة في التعليم، يليها الجلسة الثالثة محاور إدارة الجودة الشاملة في التعليم، يليها الجلسة التدريبية الرابعة معايير إدارة الجودة الشاملة في التعليم، وآخر جلسة ختاما الجلسة التدريبية، وتكون نهاية رحلتنا في اليوم التدريبي. نتمنى من الجميع الاستفادة من هذه المحاضرات وموفقين إن شاء الله. نبدأ مع بعض الجلسة التدريبية الأولى. الجلسة التدريبية الأولى مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعليم. على مدار يومين سابقين، على مدار اليومين التدريبيين السابقين، اتكلمنا عن مفهوم إدارة الجودة الشاملة ومفهوم إدارة الجودة، واتكلمنا عن مفهوم إدارة الجودة الشاملة بشكل عام في المؤسسات الصناعية والخدمية. اتكلمنا على إدارة الجودة الشاملة بشكل عام تحديدا. اليوم هنبدأ مفهوم إدارة الجودة الشاملة في الجزء اللي يخصنا، الجزء اللي احنا لازم نهتم به، اللي هو إدارة الجودة الشاملة في التعليم. إن النجاح الهائل الذي حققه تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة في مختلف المؤسسات الإنتاجية والخدمية في الدول المتقدمة، وبعد أن أثبت جدواه في إدارة هذه المؤسسات وتحسين منتجاتها وخدماتها وتحقيق رضا المستفيدين، أدى إلى الاهتمام بتطبيقه كأسلوب إداري متميز في المؤسسات التعليمية. يعني بعد ما نجحت إدارة الجودة الشاملة في كافة المؤسسات الخدمية والإنتاجية، قلنا لازم نستفيد منه كأسلوب إداري في المؤسسات التعليمية. السبب إن المؤسسات التعليمية وطبيعة العمل فيها تختلف عن المؤسسات الإنتاجية. أنا هناك بتعامل مع إنتاج، بتعامل مع تقديم خدمة عادية، تمام؟ لكن أنا هنا بتعامل مع مؤسسة تعليمية، الخدمة مختلفة، المستفيد مختلف، المدخلات مختلفة والمخرجات مختلفة. يبقى المؤسسات التعليمية طبيعة العمل فيها تختلف عن المؤسسات الإنتاجية، الأمر الذي يقتضي إعادة صياغة المفاهيم المتعلقة بالجودة الشاملة. فمفهوم الجودة في التعليم يصعب تحديده، لأن التعليم ليس سوق وليس مصنع. ومع ظهور مفاهيم الجودة التعليمية وضرورة إكساب الطلاب المهارات التي تجعلهم قادرين على المنافسة في السوق المحلي والعالمي، ظهرت الحاجة إلى تطبيق منهج إدارة الجودة الشاملة في التعليم. السبب تحسين مستوى الأداء المدرسي وتوظيف التكنولوجيا المتطورة لصالح العملية التعليمية. هنعود المفاهيم. مفهوم الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية عملية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم والمعلومات، يتم من خلالها
توظيف مواهب العاملين، المعاملين داخل المدرسة أو المؤسسة التعليمية، استثمار قدراتهم في مختلف المجالات لتحقيق التحسن المستمر لأهداف المنظمة. بمعنى أصح إن كل فرد داخل المؤسسة التعليمية ليه دور، لازم أستفيد من الدور بتاعه. كل فرد داخل المؤسسة لديه موهبة، لازم أستثمر هذه الموهبة. المفهوم الثاني لإدارة الجودة شامل في المؤسسات التعليمية عملية استراتيجية إدارية ترتكز على مجموعة من القيم وتستمد حركتها من المعلومات والبيانات التي توظف مواهب العاملين في المدرسة وتستثمر قدراتهم الفكرية في مستويات التنظيم المختلفة، سواء كان في الإدارة العليا أو الإدارة الوسطى أو الإدارة التنفيذية، بطريقة مبتكرة لضمان التحسين المستمر. والتحسين المستمر ده قلنا ده مبدأ من مبادئ إدارة الجودة الشاملة، التحسين المستمر في جودة المدرسة أو المؤسسة التعليمية. المفهوم الثاني لعملية الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية، عملية الجودة الشاملة تعني إيجابية النظام التعليمي، بمعنى أنه إذا نظرنا إلى التعليم على أنه استثمار قومي له مدخلاته ومخرجاته، فإن جودته تعني أن تكون هذه المخرجات جيدة ومتطابقة مع أهداف النظام من حيث احتياجات المجتمع ككل في تطوره ونموه، واحتياجات الفرد باعتباره وحدة بناء هذا المجتمع. الطالب ده مدخلات، وفي النهاية بطلعه مخرجات. تاني، الطالب يعتبر بالنسبة للمؤسسة التعليمية مدخلات، وفي النهاية الخريج بالنسبة لمخرجات للمجتمع. فأنا لازم أشوف احتياجات المجتمع، سوق العمل احتياجاته ومواصفات الخريج إيه، وبناء عليها ببتدي عملية تحسين شامل داخل المؤسسة التعليمية عشان المدخلات اللي هو الطالب ده يطلع لخريج متوافق مع احتياجات المجتمع. النقطة اللي هنتكلم عليها، إدارة الجودة الشاملة في التعليم تعتمد على 6 مفاهيم أساسية. إيه هم 6 مفاهيم دول؟ رقم 1، القيادة، حيث تلعب دور كبير في وحدة الهدف وتوجيه مسيرة التعليم. أي منظمة لازم يكون فيها قيادة رشيدة. القيادة هي فن التأثير في الآخرين. لأن القائد مؤثر، القائد كمعلم، القائد كمرشد، وبالتالي القائد يمثل وحدة الهدف داخل المؤسسة التعليمية. الأساس الثاني في إدارة الجودة الشاملة فهم أصحاب المصلحة. من أصحاب المصلحة؟ من هم؟ العملاء اللي هم المجتمع، حيث تعتمد المدارس على ثقة العملاء، وبالتالي يجب عليها تفهم متطلبات العملاء. أنا لازم أعرف احتياجات السوق، احتياجات المجتمع من الخريجين، التخصصات المطلوبة ايه، تمام؟ دول مين هم؟ أصحاب المصلحة. الأساس الثالث، الأسلوب الواقي في صياغة القرار. لازم القرارات اللي في المؤسسة التعليمية بتعتمد على قرارات، تعتمد على ايه؟ تحليل عميق للبيانات المتاحة حتى يمكن اتخاذ قرار رشيد. الأساس الرابع، المشاركة الجماعية. مشاركة جميع الأفراد هو استغلال قدراتهم بما يعود بالفائدة على المنظمة. لو لاحظنا أن معظم هذه النقاط موجودة في المبادئ العامة، اللي هي زي احنا اتفقنا في المبادئ العامة فرق العمل لازم أشارك العاملين في عملية الجودة الشاملة. المبدأ الأساس الخامس، مدخل العمليات. يتحقق التعليم بصورة أكثر كفاءة عندما تدار الأنشطة والموارد كعملية، زي عملية لها مدخلات، لها عملية معالجة، لها مخرجات. المبدأ السادس أو الأساس السادس في إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التعليمية، التحسين المستمر. أن يكون التحسين في العمليات والنتائج هو الهدف الدائم للمدارس، في ديمومة، في استمرارية للتحسين. يبقى لازم يكون في تحسين مستمر.
يبقى إدارة الجودة الشاملة في التعليم بتعتمد على 6 مفاهيم أساسية: القيادة، فهم أصحاب المصلحة، الأسلوب الواقع في صياغة القرار، المشاركة الجماعية، مدخل العمليات، التحسين المستمر. وبكده تنتهي الجلسة التدريبية الأولى. شكرا لحسن استماعكم، انتظرونا إن شاء الله في الجلسة التدريبية الثانية.